السلام عليكم خاوتي، كما شفتوا في هذا المقطع القصير وهذا الفيديو عرضنا لكم 3 لاعبين من أصول جزائرية وأيضا عندهم أصول إيطالية. كما رانا نشوفوا في الصورة، اللاعب اللي راح نتكلموا عليه الأول اللي هو مدحي الحسن، اللاعب اللي كان قائد المنتخب الوطني واللي كان اعتزل مع المنتخب الوطني وشارك في مناسبتين مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2010 و2014. مدحي الحسن هو من مواليد 15 مارس 1984 بمدينة فيرساي الفرنسية. الجمهور الرياضي في الجزائر يسموه كثير مهدي الحسن، إلى أن الاسم الحقيقي تحت اللاعب هو مدحي جوزيبي غريغوري لاسين. هو من أم إيطالية ومن أب جزائري والأب من ولاية تيليمسان. كان لعب مع المنتخب الوطني الجزائري، لعب 40 أكثر من 40 مباراة دولية ولم يسجل أي هدف. هذا فيما يخص المنتخب الوطني. أيضا فيما يخص مسيرته الاحترافية مع الأندية، نشوفوا بروز في البطولة الإسبانية خاصة مع نادي راسيك سانتاندير وأيضا نادي خيتافي. لعب كثير من المقابلات مع هذه الأندية خاصة راسيك سانتاندير، وين عنده أكثر من 200 مشاركة في الليغا الإسبانية. نجول اللاعب الثاني اللي هو الياسين كادامورو بن طيبة، اللي هو من مواليد 5 مارس 1988 بمدينة تولوز الفرنسية في الجنوب الفرنسي. هو من أب إيطالي ومن أم جزائرية، الأم من ولاية تيبازا. أيضا معروف على ياسين بن طيبة أنه كان تزوج باللاعبة الفرنسية من أصول جزائرية اللي كانت تلعب مع المنتخب الفرنسي وأيضا فريق الأولمبيك دي ليون، اللي هي لويزا نسيب، اللي كان الزواج تاعهم كان سنة 2016. الياسين كادامورو ملعبش كثير مقابلات مع المنتخب الوطني، عنده مشاركات قليلة، وكان لعب في البطولة الإسبانية ولعب أيضا في البطولة الفرنسية. لعب في البطولة الإسبانية مع نادي ريال سوسيداد، لعب حوالي 4 سنوات مع ريال سوسيداد، ولعب أيضا في البطولة السويسرية والبطولة الفرنسية. نجول للاعب الجديد اللي كان في القائمة الأخيرة للناخب الوطني جمال بالماضي وكان ما شاركش، اللي هو ماكسيم سبانو راحو، اللي هو من مواليد 31 أكتوبر 1994 في فرنسا. هو من أب إيطالي ومن أم جزائرية. لاعب هذا مدافع قوي، لعب في البطولة الفرنسية الدرجة الثانية. هذا فيما يخص هذو 3 لاعبين. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. مازال إن شاء الله فيديوهات أخرى راح نتكلموا على لاعبين آخرين مزدوجي الجنسية، راح نتكلموا عليهم ونتكلموا على المسيرة تاعهم واش قدموا مع المنتخب الوطني واش لعبوا مع المنتخب الوطني. نشكركم على المتابعة. سلام.